الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة. باقة من أخبار المال والأعمال بصحبة شروق عماد. إليك شروق. أهلا بك محمد. أهلا بك أدا. إذا ننتقل مع حضراتكم من أخبار السياسة لأهم أخبار الاقتصاد محليا وعالميا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية أشار إلى أن عدد السائحين الدوليين قد تضاعف خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح المركز أنه وفقا للتقرير فإن قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط سجل أقوى أداء، يليها أوروبا حيث وصل عدد الوافدين إليها لنحو 90% من مستويات ما قبل الجائحة، مدفوعة بالطلب القوي داخل المنطقة، ثم إفريقيا والتي ساعدت نحو 88% من مستويات ما قبل الجائحة. عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم اجتماعا لبحث تعاون والتنسيق الكامل بين الوزارتين بشأن ترخيص بتوفير احتياجات المياه لمشروعين من مشروعات وزارة البترول الجاري تنفيذهما، وهما مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوط التابع لشركة أنوبك ومصنع انتاج الميثانول بدمياط. ويهدف التنسيق بين الوزارتين لزيادة طاقة انتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة. وأكمل الملا أن قطاع البترول يولي أهمية خاصة لرؤية في الحفاظ على الموارد المائية، والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركنا أساسيا فيها، لافتا إلى أن تقنية الصرف الصناعي بدون مخلفات جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة توفير المياه. نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رقم 2103 لعام 2023، والذي تضمن في مادته الأولى استبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد في اللوائح والقرارات. كما تضمن القرار تعديل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد. هذا ونصت المادة الثانية من القرار على أن تباشر وزارة العمل ذات الاختصاصات المخولة لوزارة القوى العاملة. التقى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة الربيع مع الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاكليم على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة بلندن. شهد اللقاء مناقشة نتائج الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية والتباحث حول سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر. وخلال اللقاء استعرض الفريق ربيع الجهود المبذولة من قبل الهيئة للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة. وقعت الهيئة العربية للتصنيع عقدا تتولى بموجبه تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة. ووفقا للتوقيتات الزمنية للتسليم تم الانتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل للتأسيس بأحدث أنواع الأثاث المكتبية الذي يتميز بالحداثة والجودة والذوق العام وتلبية كافة الاحتياجات الإدارية وفقا للرقمنة وأحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يليق بمؤسسة الدولة في العاصمة الإدارية الجديدة. ده تكليف كان من القيادة السياسية للهيئة العربية للتصنيع لتأسيس الحي الحكومي
في العاصمة الإدارية اللي بيشمل جميع الوزارات والهيئات المختلفة. تم تنفيذ الحقيقة بواسطة الهيئة العربية للتصنيع على مدى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى والثانية والثالثة. الآن العاصمة الإدارية الجديدة بها جميع الحي الحكومي بجميع الوزارات تم الانتهاء منها من تأسيسها تماما بحلول 15 يونيو الحالي. جميع الوزارات هتنتقل هناك، وانتقل فعلا جزء منها والباقي ينتقل تباعا. نشرت مجلة إيكونوميست البريطانية تقريرا سلط الضوء على الإجراءات الحكومية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال. وقالت المجلة في تقريرها إن حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تعالج بعض الصعوبات الهيكلية التي يواجهها القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة أول جهد منسق لتحسين بيئة الأعمال في مصر. تواصل الصوامع بمحافظة قنا استلام الأقماح مع انتظام أعمال توريد لاستقبال أكبر كمية من محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية. ووصل عدد الشحنات المحملة بالغلال إلى صومعة المرجدة التي تبلغ السعة التخزينية لها 80,000 طن وسط اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوان لحين صرفه إلى المطاحن. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع وأولى جلساتها في شهر يونيو على مكاسب جمعية مدعومة بعمليات شراء على غالبية الأسهم في قطاعات السوق المختلفة، ووسط عمليات إعادة لتكوين المراكز المالية المستثمرين. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 1,140,217,000,000 جنيه بعد تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 على صعود نسبته 21% مسجلا 17,533 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.22% منهيا التعاملات عند مستوى 3,289 نقطة، فيما أنهى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا على ارتفاع بنسبة 1.8% عند مستوى 4,927 نقطة. في أسواق البترول العالمية، شهدت أسعار النفط انتعاشا هامشيا خلال التعاملات وسط التطورات الأخيرة بالولايات المتحدة بشأن موافقة مجلس النواب على تعزيز اتفاق سقف الدين إلى مجلس النواب للتصويت عليه قبل اعتماده المقرر يوم 5 يونيو. وكذلك تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي الأقل تشددا. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الأجل للخام برنت بنسبة 0.6% إلى 72.81 دولار للبرميل، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 68.1 دولار. وصعدت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 24% لتصل إلى 2.25 دولار للتر. انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8% لتسجل 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قالت وكالة الطاقة الدولية إنه من المتوقع أن تزيد القدرة العالمية المضافة بمقدار الثلث هذا العام، إذ العقود السياسية الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النفطية.
وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 جيجاوات، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق لتصل إلى 440 جيجاوات في 2023. وفي العام المقبل من المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 جيجاوات، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين. وعودة إلى التقرير الذي نشرته مجلة إيكونوميست البريطانية، ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور، بعد التحية، إذن هي نظرة إيجابية لإيكونوميست حول وضع مناخ الاستثمار في مصر، كيف ترى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لتسهيل ودعم المستثمرين؟ مساء الخير يا فندم، تحية لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. بدون شك أن القرارات اللي تم إصدارها من خلال المجلس الأعلى للاستثمار في مصر في أولى تفاعل اللي حصلت يوم 16 مايو في وجود سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهدف منها هو تحسين بيئة الأعمال بشكل عام، وأيضا تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار، سواء كان استثمار في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو القطاعات المختلفة أو حتى المجالات الجديدة من الاستثمار في الطاقة الجديدة والطاقة المتجددة وما إلى ذلك. لو بصينا لبعض القرارات الخاصة بال 22 قرار أو كجزء منها، هنلاقي أن الهدف منها هو أولا حل مشاكل المستثمرين، سواء كان هناك مشاكل تواجه المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي في كل القطاعات، أيضا ما يتعلق بإزالة القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب في استيرادهم لما يحتاجون إليه من مستلزمات إنتاج، بالإضافة إلى أيضا مراعاة عدم خضوع المستثمرين الأجانب في مصر لرسوم تعسفية، وأيضا ما يتعلق بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، تبسيط نظام تحويل الأرباح من الشركات سواء كانت الأجنبية التي تعمل في السوق المصرية باستثمارات مباشرة أو غير مباشرة، أيضا ما يتعلق بسرعة بث المحاكم الاقتصادية في ما يتعلق بالمنازعات والقضايا، لأن دي نقطة مهمة جدا بتهم سواء المستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي. أيضا هناك ما يتعلق بجزئية المناخ العام للاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي تيسر على المستثمر حتى في مجال تأسيس الشركات من خلال اختصار الوقت وحد وضع حد زمني أو فترة زمنية لتأسيس الشركات لا تتعدى 10 أيام، بالإضافة زي إذن دكتور، هل سيكون لتلك الإجراءات أثرا على تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي في مصر؟ طبعا بدون شك، لأن حتى ما يتعلق بالرخصة الذهبية والإجراءات اللي تم اختصارها من الحد من البيروقراطية، أيضا زي ما قلت الهدف منها تحسين بيئة الأعمال، أيضا في معالجة الصعوبات الهيكلية اللي بيواجهها القطاع الخاص في الاستثمار، أيضا تحفيز وزيادة دور ومشاركة القطاع الخاص في الاستثمار جنبا إلى جنب مع الدولة. وزي ما شفنا في وثيقة ملكية الدولة أن الدولة بدأت تتخارج من بعض الأنشطة ويعني تزيد من دور القطاع الخاص ومساهمته، بل وتدعم هذا القطاع وتيسر له كيفية المشاركة في زيادة الدخل القومي والإنتاج، وبالتالي الاستغناء عما يتم استيراده من واردات وتوفير العملة الصعبة اللي يتم سدادها للحصول على الواردات، بالإضافة إلى أيضا سياسة تشجيع الصادرات وتوطين الصناعة المصرية وإحلال المنتج المحلي محل المنتج المستورد، وزيادة الصادرات تؤدي إلى تحسن ميزان التجاري وأيضا توفير موارد من العملة الأجنبية. نعم، جزيل الشكر لك دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.
انتهت جولتنا الاقتصادية لنشرة السادسة، وعودة من جديد إليكم محمد وادة. شكرا لك شروق.